اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين وصباح الفول والفلفل معكم حكيم صاحب الكرش العظيم وحياكم في برنامج حياكم الموسم الثاني الحلقه الثالثه مقدم لكم من ليجن باي لينوفو ومعالجات انتل الجيل العاشر طبعا في هذه الحلقه من كل الحلقات في عنا العديد من الاخبار عن عالم الفيديو جيمز وطبعا في معنا ضيوف يجننوا وقبل ما نحكي على هذا الحلقه حكي كلياته ما تنسوا يا اعزائي المشاهدين انه رايكم كثير كثير مهم فما تنسوا تشاركونا على حاشتك حياكم شو غير هذا كلياته طبعا المقدمه اللي الاخت العزيز لوجي طبعا سفير مديره اي اهلا وسهلا فيك حكيم انا الحمد لله الصراحه مبسوطه كثير بوجودي معكم ومع الضيوف الحلوين واكيد ناطره حتى اشوف شو عندنا اليوم بالحلقه اخبار واشياء بحياتكم شو ان شاء الله طبعا قبل ما نقعد نلت ونعجن على الاخبار اللي هندخل عليها خلينا نقدم اول ضيف لهذه الليله اعزائي المشاهدين ياسمين آآ آآ اول شيء قبل ما نعطيك انترو حلو كثير بدنا نعمل شويه هايب وحركات ومن دون اي شيء ما شاء الله عليك يعني شخصيه من اكبر شخصيات الاخبار والجيمنج والمعرفه هذه كلها لما كنت مع اي جي ان وطبعا زميله كثير قريبه لنا موجوده هلا حاليا هلا في ال جي واخيرا اخيرا اخيرا قدرنا نقنعك كيف دي فيل هلا بعد ما وصلتي معنا على والله يعني اولا شكرا حكيمه على هذه الانترودكشن الجميله مبسوطه ان انا معاكم صراحه واتطلع الى هذه الحلقه والنقاشات اللي راح تكون نتكلم فيها طبعا لازم يعني لما افتح سالفه اي جي ان اصلا استرجعت الذكريات وحشتني سالفه المواضيع والاخبار والنقاشات فجدا جدا سعيد أن اكون معاكم كلام المية وطبعا على سيره الذكريات والايام الحلوه ما في احلى من هيك ان يكون معنا سايد كوست هون موجود اعزائي المشاهدين على الطرف اللي بعيد آآ آآ شخص عزيز وغالي علينا آآ آآ علي وايتي من آآ طبعا انت كنت بادئ معنا في اي جي ان وكنت كمان ذا تبع جوست دانس وفوق هذا كلياته كمان ذا فيس اوف جيمنج على سكاي نيوز اريبيا وهلا صرت ان شاء الله قريب 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 ان شاء الله على ام بي سي الله العظيم انك الله. فخم فخم شو حالك يا علي والله اشتقنا لك حبيبي انا اكثر وشكرا ان انتم استضفتوني النهارده او مستضيفين النهارده معاكم انا جدا سعيد ان اكون معاكم خصوصا يعني انا انا من 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 مش عشاق بس من معجبين بياسمين معجبين بشغلكم كلكم حتى لو جايين انتم فعلا ناس الواحد يفتخر يكون قاعد معاهم ويتكلم عن الاخبار والالعاب والانمي والإيسبورتس سبورتس كل الموجود النهارده يعطيك العافيه اولا عن جد شرفتونا والله منورين <applause> الله يسلمك آه حرفيا <applause> آه ولكن غير آه اس نيفر جيت اولد يعني آه انت عارف <applause> آه انا كمان شوي هندعس عليه بس ما علينا آه طبعا هنحكي آه اكثر من هيك اعزائي المشاهدين في قسم آه او فقره اللي هي آه عالم الجيمز اللي هنحكي فيه على الاخبار مثل ما حكى علي آه سواء كانت الجيمز او البوب كلتشر بشكل عام لا تروحوا لبعيد وهنشوفكم بعد ثواني يعطيك العافية أعزائي المشاهدين طبعا هلا احنا وصلنا لفقرة ألعاب أو عالم الجيمز رح نحكي فيها عن آخر الأخبار بوب culture أنمي بشكل عام أو حتى طبعا الجيمز والأفلام وهالحكي كلياته ولكن غير هذا كلياته بدي اعرف انا ارائكم هل في شيء بالنسبه لكم احنا ما حكينا عنه او شيء اهم ان حابين كنا نحكي عنه او تعرفوا اراء الضيوف الموجودين او لما ندخل على الحلقات القادمه شو بتحبوا تعرفوا اكثر او شو بتحبوا تعرفوا راينا ونحكي نتفلسف فيه ممكن نشوفه على الهاشتاج اللي هو تبع حياكم جيمز طبعا اول نقطه بدنا نحكي عنها حلو كيف انه هو السيره تبع دوم ايترنال طبعا عارفين كلكم دوم ايترنال دوم من ايام دوم 95 ودوم دوم 3 واللي بدك اياه هلا صار دوم ايترنال صار تسع شهور طالعه عملت 450 مليون دولار ولكن الخبر بيقول لك انه هم عملوا 450 مليون دولار لما تفتح المقاله بتشوف انه ما له اي دخل بموضوع الخبر هذا عن جد يعني انا عجبني ازاي 400 ماشي جبتهم منين اوف لاين ايه اللي حصل لا 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 بس هو الموضوع ان احنا عملنا 450 مليون دولار وكنا بنفكر نحط اه آه السلاير على هيئه انثى بس احنا مم. مش متاكدين لسه من طريقه اللعب وكمان ما تنسوش الابجريدز اللي هتيجي على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس طب انتوا بعتوا كم نسخه عملتوا ايه <applause> في حياتكم ولا نعرف <applause> هو, في كذا حيط دخلنا عندي. هو ما في صحيح بس حلو الواحد يعرف ان لعبه مثل جوم يعني شيء قديم يعني تخيل من العاب من العاب البي سي ايام التسعينات يب. لين لها شع... لين الحين لها شعبيتها بين الاجيال الجديده بين الاجيال القديمه فهذا الشيء الواحد حلو يعرفه بصراحه نعم <applause> وبالذات انه يعني عاده الناس متعوده هلا كل شيء يصير ملتي بلاير فانه مكون انه لساته سنجل بلاير ايش كثير كثير فخم انت الك كنت, كنت في الدوم القديمه ولا انت كنت بينك انا كنت لسه صغيره <applause> انت كنت بينك بانتر هلا ذكرت كنت بينك بانتر مثلنا احنا دخلونا على طول يلا ها دوم يعني انا كان عمري ياسمين حلوة حاجه حلوه قوي انت خصوصا مع الدوم انك تلاقيها بتبيع بالمبلغ ده هو على فكره مش شيء كده حصل بالصدفه انت ما تنسيش كمان انت عايشه في عالم العاب عالم مفتوح صحيح فالتعطش للعبه فيها قصه بس مم. وخصوصا انه الريميك لما عملوه في 2016 كان ناجح وجوم, وجوم كم... اي نعم ضافوا طور قصه القصه ممكن تحتاجها شويه تظبيط بس تطوير حلو وكانت صح. لسه مسليه برضه يعني فاهم؟ فاكيد الناس ليها تعطش ان تشوف الالعاب اللي ليها قصة أحلى كمان 100% <applause> آه خبر كتير 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 حلو، آه أنت هيعجبك أكثر شيء على فكرة، آه بوكيمون هلا صار 25 سنة عمره 25 سنة من آه الستف آه بوكيمونز من البوكيمونز اللي ما بعرف بكل مكان على ايه؟ الثياب على يعني بوكيمون عاش معنا بطريقة يعني معينة أذكر من أول ما نزلت على الجيم بوي بصراحة يعني لا. كانت شيء خرافي أنك كل الأطفال يبغوها يعني هذه لعبة العمر هو في حاجة الوحيد ما عرفوهاش أنا أول لعبة بوكيمون لعبتها كانت سورد اند شيلد والله لا أنت جديد أنا جديد جديد أوي لا بس بس إنه يو أبريشيت ذا جيم يعني يو أبريشيت الفرانشايز حبيتها الأفلام الكرتونات الأنمي اللي كنا نتفرج عليها الفيلم لحد دلوقتي لازم يعني تدمع دمعتين كده تنزل في الآخر لما بيكاتشو قاعد بيعيط يعني أنا لدرجة إن حتى النيك تبعي مأخوذ منه يا سيتشو بيكاتشو يا سيتشو يا سيتشو كيوت هيك أنت تحكي على البلاشي زكيت كنت اطلع زكيت عليك يا احلاقي ايش الحركات هاي آه، بوست مالون عمل كونسرت لا، لا، <applause> انت هلا انت تضحك ازاي بوست مالون بوست مالون اوكي عارفين انتم مين بوست مالون عمل حفله افتراضيه ايوه اوكي حصل في زي ما حصل مع ميتاليكا استنى بس اه على طول دي ام سي اي كوبي رايتس على طول اللي له ميوت على طول من دون مزح هلا <applause> انا توقعت انه يا عمي انت انت عم تعمل حفله المفروض إن انت عامل ديكلير انه انت انت نفسك اللي راح راح تغني اه بالظبط توتش وغير تويتش كله ميوت ميوت انسى كوبي رايت ايشوز على السريع بس يا اخي على الاقل يعني بص احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده من شويه موضوع انه فعلا تويتش لقط الموضوع وهو لايف ده شيء كويس ده شيء مش وحش اي نعم هو شيء دلوقتي صراحه انا بتمنى انه ما يكونش كويس بتمنى انه هو يكون وحش وينسوا ويعدوها يعني أه بس يعني بس ستيل يعني اول حاجه حصلت مع على فكره يعني المسافات مش بعيده يعني بليس كون ما كانش من قريب آه من بعيد حصل نفس الحكايه ميتاليكا بيغنوا لايف لايف صوتهم ميوت لايف ميوت <applause> اللي بيغنوا يعني هو 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 اوكي اوتوماتيك بس ما فيش حد من تويتش بيشوف انه لا دول لايف ودول هم لايف اتس دي اتس ذير سونج انت عملت تعملها تعمل كوبي رايت ليه يعني شا... غريب غريب <applause> الموضوع بس احس اختيارهم لبوست مالون شيء غريب قوي قوي اه انا استغربت يعني يعني شو يه. ترافيس سكوت لما عمل الحفله تبعت فورتنايت بس يا اخي بس يا اخي متاو... مع... متعود مع فورتنايت مارشمالو والاشياء هذه بوست مالون عنده آه عنده شعبيه يعني حتى بين الجيل الصغير مش بس انه يعني مش بس الادلتس او هيك فيك تقول لي تينيجرز أوكي احنا اختيارية. ما بص انت انت بتفكر في نفس الوقت انت انت بوكيمون هي معموله لكل لكل الاعمار فأنا برضو أنا برضه انا البوست مالون اختياره كان شويه غريب اي نعم احنا برضه احنا يعني ان هو فنان كويس بس اختياره شويه غريب كان المفروض يختاروا مغني او مغنيه او بريتني سبيرز يناسب كل الاعمار بريتني سبيرز لا بلاش مثلا يا اخي بريتني سبيرز مش فاضيه لك دلوقتي هي بتفضفض عايزه تطلع نفسها من اللي هي طيب مين شاف الليك تبع التريلر تبع الدن رينج؟ لا انا ما انا ما ما بدعمش الليك صراحه بس بس انت مش متحمس على ألدرين رينج خالص؟ <applause> ما شفتش منها كتير فما اعرفش. انت مش دارك سو... يور دارك سولز انت ساكيو فان ساكيو فان صحيح انا اي شيء تبع ساموراي واشياء جابانيز دخلني فيها. سورد اوف شو اسمه جوست اوف سوسيما بس نفس الشركه اللي عملتها اي نفس الشركه اللي هو فروم سوفت وير اللي مسوينها اه ونفس المطور اه بس يعني لين الحين ما في شيء الواحد يقدر يتحمس عليه يعني ما بين شيء فما ادري كيف الضجه اللي مسويتها على شورت تريلر وما في شيء باين فيها ما هو هذا بكفي يعني انتوا نسيتوا فانتوم بين لما طلعت التريلر ومش عارفين اذا هذا سنيك ولا لا بالصوره لما كان المستشفى عم تدمر اي عم بيمشي فيها وقاعدين إحنا بنسال هدي كوجيما لايف طيب. قال لها هذا منو هذا سنيك ولا ما سنيك؟ تعبان <applause> تعبان لا طيب ماشي ما انت جبت فانتوم بين ما عرفناش حاجه في الاول طلعت اللعبه ايه في الاخر حلوه ولكن لا بس يعني الضجه جاستيفايد ماشي ما ما تقوليش أو, أو صراحه لو اي انت لو حطيت لي لعبه بس تيزر اسمه هودي كوجيما انا بتحفظ أنا على فانتوم بين فانتوم بين لانها كانت مصدر خيبه امل بالنسبه لي يا. خلينا نتك... يبقى أه. هذه حلقه كامله ترى هذا موضوع ثاني تكبر وتنسى تكبر وتنسى بالضبط انمي في الانمي في فيلم هلا سموه اسمه جينتاما ضرب ارقام قياسيه في الفرانشايز 1.7 مليار ين اللي هو تقريبا بحدود ال 16 مليون دولار. الرقم الاول في اليابان اوكي وخلص على على ديمون سلاير خلص على اللي هو موجن ترينز 12 وكل يعني 12 12 اسبوع ضلوا نمبر 1 مش معقول هالحكي ولكن المانجا بدات من 2003 وخلصت في 2019 هل في انميز ثانيه بتتمنوا ان انتم تشوفوا افلام من نفس المستوى هذا آه بالنسبه لك انت اللي هي ما ما كان اخذت اي نوع من موفي اتنشن او هاي بادجت برودكشن ام اكيد يعني في انميات كثيره مثلا تستاهل ان الواحد يسوي لها فيلم بس انا من النوع اللي مثلا الافلام احس بعض بعض الاحيان ما تعطي حق الانمي بعد م. خصوصا اذا كانت قصه قصيره ولا شيء بس كنت من الاشياء اللي مره معروفه في عالم الانمي أوكي. يعني ولها الفانس تبعها مثل ون بيس لهم الفانس تبعهم كنت نفس الشيء اوكي اذا كان أنا, هي... انا هيك فهمت المحبه بس انا ون بيس <applause> <applause> في القلب والروح لو سمعت ما حد يحكي أي... عن اي شيء ثاني كله تمام آم... في خبر ثاني كمان كنت كم بدي احكي عنه بس انتم مين فيكم كان بيلعب مونستر هانتر؟ بيلعب مونستر هانتر مونستر هانتر لا لسه اتس اون ماي ليست اوكي مونستر هانتر وورلد واز اميزنج خرافيه مونستر هانتر رايز ممكن تنزل على البي سي خلال السنه الجايه ان شاء الله اوكي فا وير اكسبكتنج ات ولكن الفكره كلها انه كاب كوم جابان قاعدين بيحكوا هم انه فان بايت بيحكوا مع فان بايت على موضوع اللعبه انه اتس فيري ماتش ان برودكشن ان ديفلوبمنت واحتمال نشوفها في 2022 احتمال okay. اه طب ماشي اوكي okay. شو رايك انت عن الالعاب اللي مثلا اللي بتنزل كوريا او بتنزل يابانيه وبتضلها في كوريا او في اليابان لمده سنتين ثلاثه اربع سنوات بعدين بتشوف منها ويسترن اديشن وممكن ما تشوف مثل لوست ارك مثلا اللعبه انا كثير بحبها بتشبه ديابلو اللي هي كورية ديابلو على فاينل فانتسي مثلا بس عمرها ما على الويسترن فيرجن لهلا في كوريا ولازم يكون عندك رقم كوري وحساب كوري وابوك يكون كوري وهذا تقدر انك تعمل هل انت في العاب معينه بتتمنى انه تنزل تكون متوفره في في هون في العالم العربي او انه بالاجنبي يعني؟ بص انا مع يعني شغله الاحتكارات دي ما بتكلمش فيها كتير لانه اصلا انا يعني انا ما بحبهاش بس خلاص يعني ايه البديل؟ من امتى يعني تحس ساعات انه الكوريا واليابان والصين ما بيعتبروش بقيه العالم كانه سوق هم بيعتبروا نفسهم هم السوق الوحيد الموجود وخلاص مم. احنا احنا مكفيين نفسينا يعني عارف؟ فتيجي تقول لي انا طبعا ضد ضد الاحتكار يعني مثلا لانه غلط صح يعني بس ناخذ ابسط مثل فاينل فانتسي 7 ريميك صح بقى لها سنه اهي على البلاي ستيشن المفروض دلوقتي بعد شهر اربعه تبقى تنزل على المنصات الثانيه حرام صح يعني انت بتجبرني ان انا اشتري جهاز عشان العب لعبه واحده مثلا انا بحبها وخلاص نفس الشيء اعمل حساب كوري مع رقم كوري واجيب ابوي اب كوري عشان يبقى <applause> عندي عشان يبقى عندي اللعبه اللي انا بحبها لا ده ظلم بس ما تقدرش تعمل حاجه لان هم شايفين نفسهم ان هم سوق مكتفي بذاته شايفين في العالم صح طبعا هلا احنا هيك غطينا معظم الاشياء اللي كنا نحكي عنها اعزائي المشاهدين مهم كتير تقولوا لنا انتم شو رايكم بالاخبار هذه هل كان في اي خبر حابين انه نحكي عنه اكثر او تعطونا رايكم هل بتوافقوا انتم مع لوجي ومع ياسمين ومع علي في هذا الموضوع هندخل على الباتل زون خلال دقائق حنلعب انا وعلي الديمو ال 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 تبعت اوت رايدرز طبعا بعد عناء شوي نعرف ندخل على الجيم نلعب مع بعض قدرنا نحن اللي لحقك ماشي يا اخوي <applause> ما هو انت المفروض انت تمشي قدامي انت ريكويست انت ماشي قدامي ماشي امشي مع الام بي سي اللي هنا انت تلاقيت اللعبة ما لقيتش اللعمه غير اللي كنت قدامك ماشي يا سيدي احنا قاعدين ساعه في التاور بندور على بعض اصلا المهم هشوفوا انتوا كل الفضائح اللي صارت معنا في اوت رايدرز وقديش عن جد حلوه حلوه كثير اللعبه ما تروحوا لبعيد وما تنسوا تستعملوا الهاشتاج تعطونا تعليقاتكم ونراكم بعد لحظات اللي صار اعطيه على دماغه انت شو عملت هلا واو لا مش وقت رينوت خالص على فكره خالص انت خليه كبر خليه كبر انا مش مشغل الفي هلا اللي هو الجولم انت عمل سكيل سبعتك طيب مش عم اشوف منك حريقه مش عم اشوف منك شيء يسعد الله <دتكت> والعاني خي والعاني قلعت لك فيها شك تسعد ايه اللي حصل لك؟ ولا شيء دخلت عليهم عرض انا هيك طب اقول لك ايه بقى اولع سويتش ويبنز غير سلاح يا راجل لا عادي عادي اوكي اي نيد هيلب يو نيد هيلب والله عشان قلت عشان اديتني طنجره مش مش طنجره مش طب ما انا غطاها يعني اذا انت الطنجره غطا انت ناسي؟ لا اهم حاجه انا قلتها لك بالمصري كمان طنجره <applause> الله <تصفيق> كيوس بص انت عارف اول ذس كيوس انت عمال اه... عمال انا مت خلاص بص انا مت انت مت انا مت خلاص انت مت استنى 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 بس هرقص معاه ما مع حدش هياخده ده بتاعي ده بتاعي ده معايا انا انت ايه ده؟ ده انت هو ايه با... ايه ايه قوموني هولد اف تو شو ريسبكت ايوه ايوه اه انا انا اموت معك يا حبيبي خلاص اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين عدنا طبعا هلا بعد ما لعبنا انا وعلي في الباتل زون اي لاف اوت رايدر شفت بقى انا انقذتك ازاي كل يا عم انقذت مين كل انت من الصبح اصلا ما انا بقول قلت له بريس اف تو ريفايف اف تو ريفايف اف تو ريفايف يا عم عمال اقول له اقول له خلاص بقول لك ايه بقول لك ايه مش هلعب معاك بعد كده خلاص اعمل لك بلوك والله شكرا معلش يعني انا كتير هزعل أزعل حد اعمل لي كلياته لا بس بيني وبينك اللعبه حلوه روعه انا انجويد ات يعني اه لا يعني انا ممكن نقعد نحكي انه جرافيكس كان بي امبروفد وجلتشات وحركات وريني لعبه واحده نازله كويسه اللي من دول خلينا ساكتين لا 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 مش معناته لازم لا ما احنا مش شاطرين ما بتنزلش من الستاندرد بتاعك لا بس بيني بينك بص اللعبه حلوه وانا فعلا انا متحمس وعايز العبها ياسمين انا بنصح فيها 100% آه انا الصراحه زمان مش لاعب مع حد اونلاين آه وكثير كثير استمتعت فيها وحاسس انه اي كان بلاي لونج امونت اوف اورز ممكن العب 80 ساعه ممكن العب 100 ساعة،, ساعه قبل ما ابلش انه خلاص انا زهقت لانه اكيد كاستمايزيشن هيكون في شغل حلو والحلو كمان انه اذا مش غلطان كروس بلاي يس 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 بس؟ يعني حتى لو مثلا اصحابي مش اون لاين اي كن فايند جروب اون لاين بس <applause> مرة ممتاز زي بعض الكونسلات والهذا العب معهم بيتريق بس. علينا بقى اصحاب <applause> الكونسلات لا يا اخي ماوس كيبورد يا اخي ماشي خلاص <applause> هوس <ها وصف> كيبورد <applause> <بتقولي تصفيق> يا اخي عندي على الاكسبلت عايز ايه؟ على نيكست جن نيكست جن بتعرف انه حاليا في شيء نكس جن جاهز لك من دون ما تلعب اي شيء نكس جن احذر ايش هو؟ ايش هو؟ بي سي استغفر الله العظيم يا رب والله ماشي ماشي بي سي بص حساب معك في الباركينج بقى بس, بس, بس اسمع آه يا اخوي انسى موضوع البي سي للحظه هلا نضرب تحيه سلام للتيشيرت اللي لابساه ياسمين ذا جاد اوف War طبعا يعني أه كريتوس طبعا طبعا تعرف انه دا ياسمين جاد اوف War اللي لابستيها المخرج طبعا تبع هي اللعبه نزل تويت وكتب انه هن مش راح يعني يعملوا لانشينج او يطلعوا اللعبه لحد ما يحسوا جاهزه يا راجنا الجديده انا برايي ما نحق يعني صراحه اللي صار بسايبر بانك يعني كان اظن يا ويلي مفروض درس صح يا ويلي يعني لمست الجرح. او من لم يتعلم, ايه يتعلم ايه دي حلقه دي ايه حلقتين تانيين بارت 1 وبارت 2 لوحدي يا, يا سايبر بانك ايه انا حسيت ان احنا صبنا جرح بالذات هون عم تستنى عامله بري اوردر صار لها 8 سنين للكركتر اديشن ولا تدري الحين لين الحين موجوده عندي ما فتحتها برافو عليك لما ينزلوا <applause> لما ينزلوا مليون باتش ليعدلوا اللعبه لحظتهم نعملوا او اصلا احنا كنا المفروض في فبراير اللي هو خلص قال لك له اخر مارس عشان اللي حصل مؤخرا فما علينا يعني <applause> لا بس انه صراحه ياخدوا راحتهم جود اوف وور كانت خرافيه كل جود اوف وور نزلت كانت روعه الى <applause> اسنشن طبعا أه ولكن لا بص بص انا عندي تعليق بقى يعني أه. انا عجبني في ال 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 بي ال جي البوب كلتشر ريفرنسز بيبقوا ماشيين يعني اول حاجه طاقيتك ديد بول تاني حاجة برضو الكلام ياسمين انتي ووكينج انت النهاردة ماشية بوب كولتشر ريفرنسز جاد اوف وور وانتو بكرامة الشوز الحلوة بتاعت مارفل كمان انا عندي على فكرة عندي خطة انا بقول الكلام ده كله وان فيجن تعالي يا وان فيجن <applause> بس احنا اتفقنا نو سبويلرز نو ولا اي لا بص مين مين متفرج مين مين واصل فين ولا حد ولا شيء انا ما تابعت اخر حلقة بس بس من البداية حلقة سبعة لو جاين اي حاجة لا <applause> لسه احنا بنتكلم انه خلاص اخر حلقه جايه انا زعلان انه هيخلص الشو لانه بقالنا فترة احنا ما عشان بسبب الوضع اللي حصل مع مع العالم والكلام ده كله في حاجات كتير اتأخرت فإن نشوف مارفل قدرت تنزل يعني أو تجيب البرودكشن العالي بتاعت الأفلام تنزلها على هيئة مسلسلات ده شيء روعة صحيح. يعني رفعوا رفعوا المستوى بتاع المسلسلات اللي احنا تعودنا عليه لنكست ليفل التمثيل روعة الممثلين كلهم مختارينهم حلوين الفكرة بتاعت المسلسل كله حلوة اللي انا هنصحه لاي حد يتفرج على واندا فيجن سواء اذا كنتوا بتحبوا مارفل او لا اصلا انه اتفرجوا على اول ثلاث حلقات وهتفهموا بعد كده مع الوقت وحتى لو أنتوا مش متفرجين على افلام مارفل كلها المسلسل بيشرح لك على بالضبط اللي انت محتاج تفهمه عشان تقدر تفهم الحلقه اللي انت تتفرج عليها وده شيء فعلا حلو طبعا يعطيكم العافيه خلال لحظات اعزائي المشاهدين هندخل هلا على الفقره الاخيره لهذا البرنامج عشان نشرح لكم كيف ممكن تفوزوا معنا اللابتوب اللي راح نعطيه في اخر هذا الموسم مش لابتوب واحد في عندنا لابتوبين وهنقول لكم هلا كيف لا تروحوا لبعيد ونرجع لكم بعد ثواني يعطيكم العافيه اعزائي المشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقه صراحه كثير كثير استمتعنا مع الضيوف الاجداد وغير هذا كليات الاخبار اللي كانت موجوده اذا نسينا اي شيء ما تنسوا انه تعطونا تعليقاتكم حياكم شو هو الهاشتاج مش تعملوا مليون هاشتاج حاطينه احنا على الشاشه استعملوا اللي بدكم اياه المهم انه تعطونا رايكم عشان احنا نقدر نحسن حالنا كل حلقه بحلقه وكل موسم بموسم ان شاء الله غير هذا كلياته طبعا احنا هنقطع الـ الـ الحلقه هذه لقطع ونرميها للقطط <applause> آه اول شيء راح نقطعه انا بالضبط على فكره هم هيعرفوا عني يعني انت هتسمعوا اسمه علي السيد وايجينو كم كله مش هتشوفوا حاجه من كتر النور خلاص سنوات مش هنقطعه والله نورتنا عن جد بأمانة رب العالمين وجودك معنا دائما دائما يشرفنا حبيبي ويعني مش فاهم احنا كيف لهلا ما عملناها عن جد بصوا بقى بصوا بيني وبينكم كده وقولوا لهم ان انا خليني كده عارف مش دايم بس خليني اروح واجي كده هنجيبك تاني لا اله الا بعد بعد ما خلاص وقت يطلع بره ما تاني <applause> يا سيتشو يا سيتشو يا سيتشو طبعا يا سيتشو وكول جود اوف وور ومارفل يعني انسى من كيوت لبعدهاس يعني كل هذا موجود مش معقول مش معقول وما بعد كمان هارد كور بادي هارد كور شكرا مره ثانيه كمان لوجودك معنا وان شاء الله وي ويل بي سينج يو ا مور لانه الاخبار مهم جدا تكون انت معنا تعطينا اراء لوزي طبعا ريبرزنت لمس اي سبورتس والجيمرز كلهم بشكل عام في العالم العربي شكرا كثير لك وما تنسوا كمان اعزائي المشاهدين تروحوا على ميس <applause> اي سبورتس لا تقدروا انه تعطونا سبورت هناك اللي بده يلعب بطولات وجوائز وحركات هاي في هون لينك رابط موجود لكم اما بالبايو ولا بال بالديسكربشن ولا وين ما بيكون سجلوا فيه وحطوا تعليقاتكم انا ابا افوز لابتوب عندنا لابتوب ليجن 5 ليجن 7 من ليجن باين نوف مقدم لكم بمعالجات انتل والجيل العاشر هذا كله متوفر لكم لا تروح لبعيد ونشوفكم على خير وصباح الفول والفلافل <applause>